كاين واحد السؤال اللي كيجينا من عند مغاربة العالم، يعني بصفة خاصة، لأن مغاربة العالم أغلبهم عندهم واحد العقارات هنا في المغرب أو باغيين يديروا واحد العقارات ديالهم هنا في المغرب، ولكن كيسولوا واحد السؤال: أنا كيفاش يمكن ليا أنني نكري هذوك المحلات اللي عندي في المغرب، إما محلات تجارية أو يعني اللي هي مساكن، بلا ما هادشي أثر ليا على يعني المجهود اليومي اللي عندي في بلاد ديال المجر؟ كنظن بأن كاين واحد مجموعة من الطرق اللي ممكن نستعملوها، اما استعمال تكنولوجيا، عندي واحد الباب اللي كيتحل وكيتسد بطريقه اوتوماتيكيه، وبالتالي يمكن ندير واحد الطريقه اللي هي مباشره ما بيني وبين الزبون اللي غيجي عندي لهدم العقار اللي عندي، او انني ممكن نعطيه واحد الوكاله عقاريه اللي هنا في المغرب عن طريق واحد الكوميسيون اللي تاخذ هذه الوكاله العقاريه، وانا غنكون مهني من هذه الامور هذه. او مساله ثالثه هو اللي عندي واحد العقارات اللي هي بزاف، ممكن انني نوظف واحد الشخص بواحد المبلغ اللي هو محترم وهو يبقى يقلب لي على الكراوات ديالي، وبالتالي هذه امور كتخلي عندي واحد المردودية في المساكن أو في المتاجر اللي عندي في المغرب بدون ما يكون عندي واحد المجهود اللي كنديره يوميا في بلاد المهجر.